انت مرشح، حلقك بوجعك، عليك حرارة، خلص البس ويلا نطلع، بدنا نروح المركز الصحي. شو؟ اه صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض. بحييكم من خطر، نتكلم في هاي القناة عن تمريض مهنة العظماء. اليوم راح أقول لك لو رحت على مركز صحي شو اللي راح يصير فيك. أنت مستغرب أول فيديو، أنا ليش استغربت؟ أول صدمة، ما بصير تروح على المركز الصحي إلا تكون حالة طارئة أو ماخذ موعد من قبل. لو أنت قاعد بالبيت، صحيت من النوم، راسك بوجعك، حلقك بوجعك، مش عارف تبلع، عليك حرارة، تروح على المركز الصحي وتقول لهم انا مفلوز اعطوني دواء؟ لا، الموضوع مش بهالبساطه. في رقم 107، مكالمه مجانيه، بترن عليه بتقول له انا اسمي كذا، رقم بطاقتي الصحيه كذا، ساكن في الشارع الفلاني في البيت الفلاني وبدي دكتور يشوفني. راح اقول لك بما انك ساكن في العنوان الفلاني فانت تابع للمركز الصحي الفلاني، بعطيك موعد معهم اليوم الساعه 5 العصر او بكره الساعه 9 الصبح، وبتروح لهم لهذا المركز بس في هذا الموعد بس. ما في إشي اسمه واحد ساكن في محافظة يروح يتعالج في محافظة ثانية. بكل بساطة راح يطلع على البطاقة الصحية يقول لك أنت سكان الوكرة، شو جايبك على الخور؟ وما في إشي اسمه تنزل على المركز الصحي تقول لهم أنا مرشح، دبروا حالكم، صرت جاي بدكم تعالجوني. لا، روح البيت واحكي مع 107 وبس يعطيك موعد ترجع لنا. طبعا المركز الصحي بالعادة بداوم A B، الـ A من 6 الصبح لـ2 ظهر، وشفت الـ B من الـ2 ظهر للـ10 بالليل. وفي مراكز صحية شاملة بتداوم حتى الجمعة وحتى السبت وحتى أيام الأعياد. والمراكز الصحية هون مش قليلة، يعني المراكز الصحية هون متقدمة متطورة شغالة على ستاندرد عالي وماخذ الاعتمادية لـ3 مرات على التوالي، يعني 9 سنوات متتالية. ما بتلاقي المراكز الصحية هون كلها أطباء عامين، أقل مركز صحي فيه طب أسنان وطب أسرة، في مراكز فيها أطباء عيون أخصائيين مش مقيمين، وفي مراكز فيها أنف وأذن وحنجرة، في مراكز فيها أخصائيين نسائية، في مراكز فيها أخصائيين جراحة، فكثير بخفف الضغط عن المستشفيات. برجع بأكد على نفس المعلومة اللي حكيت عنها في 3 فيديوهات سابقة، الميل للميل والفيميل للفيميل. لما تدخل على المركز الصحي راح تلاقي ممرين كاملات، واحد فيه 10 غرف بس رجال وواحد فيه 10 غرف بس نساء. هاي الـ10 غرف أسسمنت، تمريض، طبيب، صيدلية، محاسبة، كل هذا للرجال بس. والممر الثاني نفس القصة كله للنساء بس. فأنت إذا بنتك عمرها 2 سنين تعبت وديتها على الدكتور، تأخذ مرتك معها بتدخلها على دكتور النساء، أنت ممنوع تفوت. ما في إشي اسمه الدكتور الفلاني في المركز الصحي الفلاني متساهل، وأي واحد بقول له مرحبا بياخذ إجازة فأنا بدي أروح أتعالج عنده. مدام مكتوب على كرتك الصحي مركز صحي الوكرة، ما فيش مركز في كل الدولة بيستقبلك إلا الوكرة. بتسجل على السجل زي ما بتعمل في العيادات الخارجية، تدخل على الاسسمنت بياخذوا طولك ووزنك وتاريخك المرضي كله وفايتال ساينس كله، بعديها بيطلع رقمك على اللوحة زي كأنك في البنك، رقم 57، ادخل على الدكتور، تدخل على الدكتور بيفحصك الدكتور، بيكتب لك الدواء، إذا في مختبر أشعة أي شيء بيكتب لك إياه، إذا بتحتاج تحويل العيادة الأخصائي لمستشفى ثاني بيحولك، وإذا بتحتاج موعد ثاني ممكن يكتب لك موعد ثاني. طبعا المركز الصحي بيعطي الإجازة ماكسيموم 2 يومين، أكثر من 2 يومين ممنوع. وتنساش انه برضه لما تروح على الصيدليه تجيب الدواء، المحاسب راح يطلب منك بطاقه البنك، ممنوع تدفع كاش. الميزه بالصيدليه تبعت المركز الصحي، انت لو راجعت دكتور في مستشفى سواء عياده او طوارئ وكتب لك دواء وانت مش فاضي تمر على الصيدليه، بتقدر نفس اليوم المساء او ثاني يوم تمر على اي مركز صحي وتصرف هذا الدواء. كل الادويه الموجوده بالمستشفى موجوده في كل المراكز الصحيه. المركز بيقدم جميع انواع الخدمات، علاج، طب أسرة، طب أسنان، مطاعيم للأطفال، مختبر، أشعة، بعضهم في ألتراساوند، فحص الكورونا، وإصدار البطاقة الصحية لأول مرة من المركز الصحي، ما بتروح على التأمين الصحي. طبعا إصدار البطاقة الصحية لأول مرة برضو بدك ترن على رقم 107 وتقول لهم أنت وين ساكن، متابع لأي مركز صحي، وهم بيحددوا لك أي يوم وأي ساعة بتروح بتطلع، لأنه كل مركز صحي له ساعة بالأسبوع أو ساعتين ما بيطلع بطاقات صحية لأول مرة إلا في الساعتين. أنا لما عملت البطاقة الصحية أول مرة كلمت 107، قال لي بتروح على مركز صحي الوكرة يوم الثلاثاء بين 7 و9 الصبح، غير هالساعتين ما في بالأسبوع كله للبطاقات الصحية لأول مرة. طبعا التجديد من أي كاشير في وزارة الصحة، بتروح على أي مستشفى على الطوارئ على العيادات بتقول له هي 100 ريال، بجدد لك إياها وأنت واقف في 3 ثواني.
لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم.